السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بالقناة. جاتكم فيديو من لعبة فورتنايت. فيديو اليوم حنستكشف هجوم سبايدر مان، تغييرات ليش على الأسلحة والأشياء اللي حتصير بالمستقبل باللعبة. طبعا إذا عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا فيديوهات أكثر، لايك، اشتركوا بالقناة واتركوا لنا كومنت، ولا تنسوا تستخدموا كود AJAK فورتنايت ايتم شوب لتدعموني وتدعموا القناة. وبسم الله خلونا نبلش. أول شيء رح أعمله انزل بهي السفينة. هاي السفينة طبعا حكيت عنها بعشر أسرار لازم تعرفوها على الموسم الثالث، فإذا ما شفتوا الفيديو روحوا شوفوه، كتير مهم، في كتير أشياء مفيدة. بس ما بعرف ليش أنا حظي دائما بيطلع لي السبلاي دروب سنايبر. كل الناس بيطلع لها SFG إلا أنا بيطلع لي سنايبر. أوكي حلو. فأنا هجوم سبايدر مان قريب منا، فحنروح فورا لعنده. حتلاقوه بهي الأماكن على الخريطة، حطيت لكم إياها هلا بالصورة. هاي واحدة، هاي هجوم. او هلو. طبعا بيطلع لكم معه ايتم هيلينج كمان، كسر الصخرة ونطير. يلا طيب يا شباب، بما انه لقينا هجوم سبايدر مان حطيت لكم اماكن تواجده بكل الخريطة. طبعا نسبة تواجده 90%، فايمت ما رحتوا حتلاقوه، حيكون في ثلاث اماكن حط بعضهم على الاغلب، هالمنطقة اللي حتروحوا عليها حتلاقوا فيها الهجوم. ثاني شيء خلونا نحكي عنه هو الأسلحة. أول شيء صار على الشوتجن، صار في كتير تغييرات. فالسترايكر شوتجن اللي هو بديل البوم شوتجن زادوا دقته وزادوا الفاير ريت تبعه، بحيث إنه صار فيهم تتلف أسرع بهذا الشوتجن. ثاني شيء عملوه على الأوتو شوتجن إنه قللوا الوقت اللي بياخذ السلاح لحتى يطلع من جيبتك. أنت تطلع الأوتو شوتجن كان ياخذ كتير وقت، فقللوا هذا الوقت لحتى يشجعوا الناس تستخدم الشوتجن أكثر. بنفس الوقت جابوا تعديلات على الاي ار. الاس ام جي ما عملوا عليه شيء هلا، اظن مع الوقت حيقللوا الدمج تبعه او حيقللوا العدد الطلقات بالمخزن او يقللوا الفاير ريت، ولكن حاليا ما صار عليه تغييرات. بينما الاي ار المارك 7 قللوا الهيب فاير تبعه، فانت كنت وانت عم تستخدمه وانت ماشي او تتزحلط او انه تعمل اللي هي السلايدنج، فكان دائما يصيب اللعيبه، كان الهيب فاير تبعه كثير الاكيورسي تبعته عاليه، فقللوا الاكيورسي للهيب فاير بنفس الوقت قللوا الدمج على البناء تبعه. فهي كانت تضعيفات الاي ار المارك 7. اما الرينجر فزادوا الدمج تبعه وزادوا دقته، فانت صرت اذا بتطلب الاي ار الرينجر اللي ما حدا استخدمه صارت طاقتك تصيب بشكل احسن من قبل. اما بالنسبه للجازل جوس، هذا العصير بتلاقوه بالكولرات كمان حكيت عنه بفيديو العشر اسرار، فزادوا الهيلينج تبعه صار يهيلك اسرع. ننتقل هلا للاسلحه الميتك. في اسلحه ميتك تانية جاي غير هجوم سبايدر مان. الاسلحه الميتك حتكون شوت جان اس ام جي اي ار. اي ار اوريدي موجود باللعبه حاليا مع الفاونديشن. اما بالنسبه للاس ام جي فحيكون في قاعده الاي او كاردز او الايماجن اوردر، حيكون في بروتس مع اس ام جي ميتك فينك تقتله وتاخده منه، وفي حيكون كمان شوت جان ميتك فينك تلاقيه وتاخده. فهدول الثلاث اسلحه حيكون الميتك. الشوت جان الدمج تبعه الحالي هذا هي ارقام مبدئيه ممكن تتعدل، البادي دامج تبعه حيكون 110 والهيد شوت 182، وحيكون يعمل ريلود اسرع والسبريت تبعه اصغر او الايم تبعه اصغر، بحيث انك اذا صدت في طلقه مثل البومب بتدمج مضبوط. بدي احكي هلا عن شيء له علاقه بالقصه. مثل ما بتعرفوا اذا بتروحوا على منطقه 7 اللي هي عند التمثال الفاونديشن حتلاقوا في اماكن لسبع صواريخ، فهدول مع الوقت حيفتحوا وحيطلع منهم صواريخ. اظن هن الصواريخ اللي شفناهم بالموسم العاشر بتشابتر 1 اللي نزلوا من السماء، هدول نفسهم حينسرقوا. اظن هون حنوصل انا حنوصل قصة التشابترين مع بعضهم. وفي شغله كمان لقوها مسربين اللعبه عن البوب، تتذكروا الاقواس اللي شفناها بالموسم الخامس؟ في قوس موجود بملفات اللعبه حيكون شوك ويف، حيكون مع بوس بس ما عندنا اي معلومه عنه، حيضافوه حاليا على الكرييتيف، ما بنعرف اذا حيرجع على اللعبه او لا او اذا حيكون موجود باللعبه مع بوس. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو توقعاتكم لهذا السلاح. في كمان حيكون حيوانات جديده جايه على اللعبه اللي هي الدببه، او في مثل تلميحات انها حتجي بس ما في شيء اكيد، شفناها بهي اللوحات. كمان في ايتم هيلينج جديد حيجي على اللعبه اللي هو اسمه بيتزا بوكس او بيتزا بارتي. حتكون هاي البيتزا فيها 8 شرايح بيتزا، فينك تحمل بوكس واحد بس، تاخد ثانية ونص لحتى تستخدمها، تعطيك 25 دم او درع حسب المحتاجه. طبعا ما بتوصلك حتى 150، يعني اذا دمك ناقص بتوصلك ل 100،
اذا شيلدك ناقص بوصلك لل 50 وفينك ترمي الشرايح على رفقاتك لحتى يستخدموها. جيمان ما في يا جماعه اي حل قدام انه واحد اذا واقف قدام بوكسك باس ام جي لو قوي الشوتجن ما في داعي له بالاس ام جي لحاله بكفيك انك تفوز الجيم. ننتقل هلا لنحكي عن الديناصور اللي شفته او حكيت عنه كمان فيديو قصير. هذا الديناصور حيجي مع الوقت هاللعبه، حيكون في حواليه مثل كونسيومبل او اشياء فينك تستخدمها، حيكون اسمه بتر كيك بيري، هي الفواكه بتعطيك ممكن لسه ما معروف تاثيرها بس حتعطيك ممكن انستنت شيلد او هيلث، حنشوف مع الوقت. بنفس الوقت اذا قتلت الديناصور حيزت لحم نادر، نفس اللحم اللي وقتها تقتل الحيوانات بس هذا حيعطي لحم نادر بيعطي 50 اتش بي بدل 15 اتش بي. طيب هيك غطينا كل الاخبار الجديدة، خلونا هلا نحاول نجيب الجيم. يا هذا صار له شوي معصطش معي يا شباب. خليني اخذ زبلاين. او ماي جاد، فكرة غبية، فكرة مو ذكية كانت. ايزي برو. اوكي. شوفوا الحركة الاحساوية. خد الجدار، خد الحيط، امانه خده. اوه مان كله انا معلق علي اليوم، بس هو لاني انا قاعد عم اهجم من واحد لواحد، بس هيك حاب ارجيكم قديش هجوم سبايدر مان قوي وكيف فينكم تجيبوا فيه كلات يعني منيحه. ضل اخر اثنين تحتي، اثنين ما عم يبنوا، واثنين انا عم كانهم متيمين. خلي شوي ناطر ما طلعوا اثنين حد بعضهم. فكرت واحد فين عامل سكاي بيس. هي اخر واحد ضل هلا، يلا ان شاء الله جبنا الجيم ما يكون معرق ومتخبي لاخر شيء عاد هلا يعمل علي اذا يفجرني. اوه نايس ما عنده درع بس فجرني بطلقه الشوتجن. شايفين هون بتجي اللي بيسخن طلقه الشوتجن تبعيته يحمل شوتجن، انا بالشوتجن ماني هون بنوب. جي جي يا وحش. خلونا نعمل تجربة أخيرة للميثكس. واو يا جماعة شايفين سرعة التنقل، بعمرنا ما كان عندنا هيك سرعة نحن باللعبة. وبس هيك يا شباب بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، كان جيم حلو جبنا فيه 10 كلات وشفتوا كيف استخدمنا هجوم سبايدر مان وكيف كان الانتقال سريع فيه كتير، صراحة كتير محتاجينه كنا بهالموسم. طبعا اذا عجبكم الفيديو وحابين تشوفوا فيديوهات اكثر لايك على الفيديو، كثير هذا الشيء بيحمسني وبيسعدني. اشتركوا بالقناه ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا تستخدموا كودي AJAK فورتنايت ايتم شوب وبايبكس ستور لتدعموني وتدعموا القناه. بشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.